جرياً على عادتها السنوية، حبت عائلة المخرج جوب وعيدة تفاجئوا بمناسبة عيد ميلاده اللي بيصادف خلال شهر أيلول سبتمبر الحالي. فدعا جيمي بوعيد شقيق جو مجموعة كبيرة من أصدقائه اللي حضروا لبيت مسك للاحتفال معه، ومنهم الزميل فراس حليمة اللي حب يفاجئ جو وينقلكن أجواء هالعيد اللي رجعنا لزمن الأساطير. فعلى بطاقة الدعوة كتب: الأمير بوعيد يبحث عن سندريلا العرب، فمن ستكون سعيدة الحظ. وبالتالي كان من البديهي نشوف مجموعة كبيرة من الطامحات لنيل رضا أمير هالليلة عم يتوافدوا على سجادة الحمراء. أول شيء شو حلوك الحلو؟ تزمتي بالإنفيتيشن. طبيعي طبيعي، جو دايما بيعمل إشياء مميزة، بالأحرى جيمي لأنه جو مش عارف شو اللي صاير. اليوم حلو التام، حلو الواحد يغير، عم نعمل شيء جديد، حلو الإنسان يرجع للقديم. يس ملتزمين. الأمير بعيد يبحث عن سندريلا العرب، فمن ستكون صعيدة الحظ؟ لا مش أنا. نحن جايين نساعده يفتش على سندريلا. لا إن شاء الله بلاقي الأميرة اللي عم يبحث عنها. بدي أتمنى له أكيد لجو سنة غير شكل، تكون فيها كتير ماجيك وأميرات بتيب فضفاضة. دندون اليوم بلوك غير شكل، جاي تحتفلي مع جو بعيد وتقولي له هابي بيرثدي؟ أكيد بدي أقول له عقبال المية، من نجاح لنجاح، ويدلوا قدم لنا قصص حلوة، وقدم لي لقلي شي حلو قريبا إن شاء الله. تعاملتي مع جيمي بآخر كليب، بتحب تتعاملي مع جو قريبا؟ مزبوط، أكيد بحب أتعامل مع جو. جيمي إنسان موهوب، وجو كمان إنسان كتير موهوب، بحب أتعامل معه. حياتي قد ما حكيت هالإنسان أنا بقول له قليل، لأنه هو part of my family. عن جد أنا وياهن أهل، بتمنى له كل خير وكل سعادة، وإن شاء الله يا رب يا جو من نجاح لنجاح لنجاح، أو هاشتاج لتليتي نجاح. Happy birthday جو أكيد، ومبسوطين إنه جينا معي. مبسوطين بس مش ملتزمين بالتيم تبعي، بالفورم تبع الشيء اللي عنده جو يعني. عقبال المليون، من نجاح لنجاح، وما بعرف شو الله يستر، لأنه لما يشوفني حينظر إنه بحياتي من يعمل شيء بهالوين أو حيلا شيء لابس تام. هيدا تصميمي، وبظرف 3 ساعات اليوم تساوى وقررت إنه إجي على العيد. بدي أقول له هابي بيرثدي جوي، بحبك كتير، وكل سنة أكيد جيمي بيبدعنا أكتر من سنة وبيلبكنا، وإن شاء الله تضل هالفرحة ببيتون. يعني أنا قلب بيتون وبعرف قد في هالحب. بدنا نقول له عقبال المية لجو، وي لاف يو سو 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 ماتش، عقبال المية، انت منك برنس، انت كينج. جايبي البرنس تبعك معك حدا منهم ولا راح؟ زين انا اثنينات برنس جوا. عينك على جو اكيد طبعا، في حدا مش عينه على جو، سوري على طول عينه على جو اصلا. هي كانت اجواء المدعوين والمدعوات على وجه التحديد، ولكن قبل وصول جو بدقائق قليله وصلت والدته رندا. بالقصه الشهيره والده البنتين الحلوين بتكون كثير شريره. انت شفت عطوني هالدور، عطوني هالدور اني انا الكون الام الشريره. لك مين نقه؟ لك اذا كل الاميات شريرات مثلي نقبلهم. قدي فخوره بجو وبكل نجاحاته وبكل الاشياء الحلوه اللي محققها. تكتر خير الله بقول، وهي نعمه من ربنا. دائما جيمي بيحب يفاجئ جو كل سنه بعيد ميلاده بخبريه. خبريني انت السنه شاركتي بتفاصيل التحضير لهال؟ يعني نحن بنشارك بس بنخبي على جو. ايه بس انا فضحت بشغله، انه اليوم عاملين له سهره هو، لانه بكره كان عشيه متامل وبكره ليله عيده، فبس انا هيدي الشغله فضحتها، ما كان فيي حرام. زعل جيمي؟ كان بده يحط لي الزق على تمي لانه بحكي. رندا كشفت عن توقيت السهره لجو، ولكن المفاجاه الاضخم ما زالت مجهوله بالنسبه له، الامر اللي تاكدنا منه فور وصوله لمكان الحفل. مش في عامل مشاكل، شوفوا انت ليه هون؟ لا بلا ساعتك جيمي. في راس مشرف ولا سؤالك؟ حسيت عبالك في راس حليمه. قبل مية ولا استحوا ولا بشرفك بالكاميرا. تعودنا كل سنه لازم نعمل شيء. لا لا بلا سؤالك. يلا 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 يلا. لا لا نلتزم. اول شيء شو بتتوقع يكون في اليوم؟ اخي ما بعرف بس عم شوف هون. هلا بنقرا سوا. يلا جيمي، بتعرف كم قمر في جوا نطرتها؟ حلف بالله. هلا اليوم بدي نقي؟ اليوم بدك تنقي جيمي ليتل برنس هيدا ولا مين؟
كنت موقع هيك شيء؟ لا وين موقع؟ انا انه رندا نقزتك وقالت لك انه في شيء اليوم رح ينعمل، بس عرفت شو؟ ليكو انا كل شيء كنت متوقعه غير انه في راسي لقيله. لا اكيد يعني ماي بيرثدي بحب يكون رواق، بس انه اغاني ناطرتني. شو قصدك انه انا مش رواق يعني؟ انت شو رواق شو؟ الله يستر العالم اذا معك هالميكرو شو حيشوفوا اليوم. كله شرف قبل الكل، حضاري وطيبي على الحل، ضيف كبير علينا حل يلبق روح الاستقبال. كله شرف قبل الكل، حضاري وطيبي على الحل، ضيف كبير علينا حل يلبق روح الاستقبال. مبدع شفاف وخلوق، عزيز النفس وحربوق، ما في مثله هالمخلوق مهما وصفنا الأغاني المميزة والأجواء اللي ما بتشبه إلا نفسها. دخلت جو لمكان الحفل وتفاجأ بعدد المدعوين من أصدقاء ومحبين. أجواء سندريلا ما اقتصرت على الملابس والديكور، فجيمي كان محضر قصة مصورة فيها الكثير من الإبداع والفن، وخلالها كشف كل المستور. يا حيوان نزعتي لي حيش بي البراية كلها مش لايقتك. عمش بقرة يا زرافي يا حيواني. أحلى منك، أحلى مني ليكي فتحت عيني. إيه الأمير أكيد أخذ لي أنا الليلة مش أنت. أنت عشو عطوليك أكيد عطولي أنت لك أنا فتحت خصرك. هلأ ديرش نزعتي لي البوست. إيه الكرسي أنا الأمير لألي. إلي هيدي إلي ولكين عليك تركي أنا شريطة من برش حمود هاي جايبه. شو بك أنت وياها؟ اسمعيني منيح أنت وياها. الليلة الأمير عامل حفلة كبيرة وعازم معازيم كتيرة. إذا وحدة منكن الليلة ما كانت هي العروس والله لا شويكن شوي. هن ثلاث قصص، مناخيركن مرفوعة، معدتكن مبلوعة، وشفايفكن مدلوقة. أوكي مدلوقة. عم بعيونك تربعتيني بأربعتي عن جد انك صانعة شطافة دراج. من عيوني من عيوني لو تبي عمري هدية. فقيت اللوبية تولع انا قلبي تولع. يا قصرت البندورة ما يهمك ابدا مهما الزمان يطول. يا بيعت البطيخ ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. يا حيواني هتسيني بسبعة ارواح. هتتعب مني صدقني يا ريت ترتاح، ده انا زي القطط يا ابني بسبعة ارواح. ساندريون ما تنسي الحمامات سامعة؟ حطي يا ساندريون حطي. مدري مين بيكون جاي الليلة. الله يستر هيديروا لها الشامية ولا بتكون مسقطة الغزان علي. الله يستر. على طريقة سندريلا احتفل جو بعيد ميلاده ولكن من دون ما يختار عروسة الأحلام، على أمل ينعاد علي بكل خير وصحة وإبداع دايم. الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. عشان عايش على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مستك.